السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناه نور. اليوم غادي نوجد لكم الطاجين ديال السمك الابيض، كيجي زوين ورائع وبتتبيله زوينه بزاف. عندنا هنايا الحوت الابيض، عندنا الكوربين والتتبيله اللي كنحتاجو. كنحتاجو معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه ديال الملحه، سكنجبير، تحميره، كمون، يبزر، وهنا عندي زيتره. هاد الزيتره كتعطي واحد المذاق زوين للسمك ديالنا، والثومه وقصبر ومعدنوس. ندوزو نحضرو الشرموله ديالنا، نشرمو بها الحوته. كما كتشوفوا سيداتي، من بعد ما دقينا الشرموله ديالنا هي واجده، غادي نشرمو الحوته ديالنا هي الاولى باش تشرب العطريه اللي درنا. كنحتفظوا بشويه ديال الشرمول اللي دايرين، كنحتفظوا بها باش نديروها من فوق الخضره اللي غادي نصوبوها في الطاجين. من بعد ما شرملناها هكا مزيان، درنا لها شرموله، نخليوها شويه تقريبا شي ربع ساعه تشرب شويه شرموله، وندوزو نحضرو الطاجين ديالنا. وها هو الطاجين ديالنا سيداتي. كنفرشو الخزو هو الاولاني، عاد كنديرو من بعد البصله كنحطوها دوا. ضروري الطاجين ديالنا نفرشو له الجزر هو الاولاني، وغادي نديرو البصله. من بعد ما قطعنا البصله كنجيبو الحوت ديالنا، ها هو كنفرشوه فوق البصله. من بعد سيداتي ما حطينا السمك ديالنا، هو كنديرو فوق منو البطاطا. كنضيفو عليه الفلفل اللي قطعنا هاد الدواغر، كنضيفو مطيشة حتى هي قطعنا هاد الدواغر هكدا.
نضيفوا شويه ديال الجلبانه الشعموله اللي احتفظنا بها سيدتي ها هي. كنضيفوا ليها الزيت بلديه و100 تقريبا نص كاس ديال الزيت مخلطه بين 100 والبلديه كنحركوها مزيان كنضيفوا هاد الطاجين ديالنا من فوق هكا وفي الاخير كنضيفوا حامض وهو سيداتي الطاجين ديالنا واجد كنحطو على البوطة تقريبا ساعة ديال الطياب مكنفوتوش الساعة لأن الحزم أحسن يبقى شاد شوية في راسو كنشعلو في الأول نهيلة البوطة من بعد كنجهدو ليها شوية كنتمنى أن هاد الوصفة تجربوها زوينة غادي تعجبكم السمك كيجي رائع وزوين هاد الطريقة ديال الطاجين خصوصا الزعترة أكيد خصكم تستعملوها كتجي زوينة وكتعطي واحد المذاق زوين للسمك ديالنا وها هو سيداتي الطاجين ديالنا هو واجد كنتمنى أنكم تجربوه وتردوا عليا في كومونتير وديروا ليا جيم وتابوناو معايا إن شاء الله عندي الجديد وشكرا وشهية طيبة